بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. سلم المتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضنا إن شاء الله الغريبة الناعمة الجميلة الدايبة بمقادير سهلة وبسيطة. المقادير معايا: كوبايتين دقيق، دول كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر، كوباية سمنة، رشة فانيليا دي حسب الرغبة يعني ممكن تستغني عنها خالص، ومعايا رشة ملح. اول حاجه هعملها هي ان انا هحط السمنه في الطبق كده اهو، حطينا السمنه، وهضيف نص كوبايه السكر ورشه الفانيليا ورشه الملح، وهضربهم كويس جدا. عايزاها متماسكه، دي كوبايات بيضه، انا هضربها لحد ما تبقى كريمي. ده شكلها كده بعد ما ضربتها. هبدأ برضو وانا بضرب هضيف الدقيق، ده شكلها بعد ما اتعجنت. انا كملت عجنها بايدي كده علشان خاطر ما تبقاش تقيلة معايا على المضرب. هحطها بس في التلاجة لمدة حوالي 10 دقايق علشان لما اجي اشكلها ما تفضلش تلزق في ايدي كل شوية. هحطها 10 دقايق في التلاجة. كده هي سقعت معايا، هنبدأ بقى نشكلها. انا بحبها بصراحة ما ببطهاش، يعني بعملها دورية كده يعني كورة كده وخلاص، وبحطها بحط عليها سوداني، زبيب، اللي انت حباه. زي ما قلت انت لو مش حباها دايبة مش تقللي سمنة، لا لو مش حباها دايبة حباها متماسكة وناشفة حطي بياض بيضة. انا بحطها هنا كده يعني اهو، بتشكلي بقى، المهم ايدك تبقى كلها يعني مقاس واحد كده وشكل واحد. حباها سادة تعملي حفرة في النص كده وخلاص لو حباها سادة. حباها بقى بالسوداني ما تدوسيش عليها بايديكي خالص. اهو انا عملت واحدة تانية اهي عشان نحطها بالسوداني. انت طبعا بقى بتكوريها بقى ايه يعني، بتعملي شكل مظبوط شوية. اهو هحط معاها سوداني كده، هدوس عليها بالسوداني كده، هكملها وهدخلها الفرن على درجة حرارة 150. الحرارة بتاعته يا جماعة بتبقى قليلة، ما بتاخدش 10 دقايق، ونخلي بالنا بتلون بسرعة. احنا عايزينها تطلع بيضة، هي مجرد درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق، وتبدأي تطلعيها فورا، ما تحركهاش من الصاج غير بعد ما بتبرد خالص. تمام، هنشوفها بعد ما نسويها ان شاء الله. ده بقى كان شكل الغريبة النهائي معانا، لا فرشت ولا شققت ولا لونها غير ولا اي حاجة، زي ما حطيناها زي ما لقيناها اهي. زي ما قلت اهي، دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. حابة افتح معاكم واحدة ونشوف قد ايه هي دايبة. شايفين بيضة من تحت، على فكرة هي سخنة، هي المفروض ما تتنقلش وهي سخنة كده. نفتحها، بسم الله، قد ايه هي دايبة يا جماعة، شايفين، ومرملة وحلوة جدا. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.